جولة إخبارية جديدة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيلها، حيث كشفت الداخلية المصرية عن هوية الانتحاري الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية يوم الأحد وأسفر عن استشهاد العشرات. وقال بيان للوزارة إن منفذ الاعتداء محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما، وأنه كان يقيم في محافظة السويس ويعمل بإحدى شركات البترول. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء أعضاء بؤرة إرهابية متهمة بالتورط في تفجير الكنيسة البطرسية وكمين النقب في الوادي الجديد، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقالهم. في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في ارتكاب حادثتي تفجير كنيستي المرقصية بالإسكندرية مار جرجس بالغربية، أعلنت الوزارة في بيان لها عن التوصل لتحديد منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقصية بالإسكندرية والمجموعة الإرهابية التابعة له. وللمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني والمتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب، أهلا بك معنا سيادة اللواء. وبداية، كيف تابعت بيان الداخلية وما تقوم به من جهود في تتبع البؤر الإرهابية والكشف عن منفذيها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المشاهدين. طبعا أنا بس في يعني اتجاه عايزين نوجهه لمن يتلقى المعلومات، إذا بد أن نتلقى المعلومات من مصدرها الرسمي. نعم. حتى لا يحدث تخبط أو شائعات قد تضر بالتحقيقات، وعلى الإعلام أن لا يستعجل الحصول على معلومات التحقيقات حتى تتم التحريات والإجراءات الرسمية الأمنية في سياقها. لماذا بدأت حديثك بذلك سيادة اللواء؟ هل حدث ما يخالف ذلك؟ في بعض القنوات أذاعت بيانات ما هيش يعني لا توافق الحقائق، وكانوا متسرعين في بياناتهم وما استقوهاش من المصدر الرسمي. فأنا أتمنى، لأن احنا دلوقتي الإعلام بقى فيه إعلام أمني، ده إعلام أمني متخصص وزي القناة بتاعتكم، فأتمنى أن الجميع يسير في هذا السياق السليم. نعم. ثانيا، أنا لما تتبعت بيان وزارة الداخلية، أولا الأسلوب تم بأسلوب علمي وأشير إلى التقنيات الحديثة التي تنتهجها الداخلية في ضبط العمليات الإرهابية. إذا احنا يعني تتبعنا أو مشينا في السياق الدولي لضبط الجرائم الإرهابية في تقنيات حديثة وفي تصوير وفي تحليلات كيميائية وفي خبراء، استعنا بكل الجهات الرسمية التي ممكن تؤدي إلى ضبط هؤلاء الجرائم. وطبعا احنا عندنا أصلا يعني توصيف للإرهابيين الدوليين بتنطبق على هذه الأفعال، إن أغلبهم بيبقوا جامعيين، ابتدوا يعتمدوا على العمالة الفنية، لأن المتفجرات والحزام الناسف بيحتاج ترزي وبيحتاج كهربائي وبتاع. فمن ضمن الأشخاص المطلوب ضبطهم بتتوافر فيهم سمات الإرهابي الدولي. طيب، إلى أي مدى دور المواطن في هذه الحالة مهم للغاية فيما يتعلق بالمعلومة، وأنه يعني بشكل أو بآخر يحاول أن يبلغ عن أي معلومات أو عن أي اشتباهات لرجال الأمن، حتى يعني نساعد رجال الأمن في مسألة ملاحقة هذه العناصر والبؤر الإرهابية؟
سيادتك بهذا السرد اللي يعني بتطلبي منه المواطنين ده يؤدي الى انهاء الجرائم الارهابيه اللي موجوده في مصر ويساهم في القضاء عليها. انا عايز ابلغ المواطنين بان لابد ان يكون عندي حس امني ان اذا اجد اي شيء غير طبيعي او اتوجس الخيفه منه لابد ان نبلغ عنه. احنا دي مصر بتاعتنا ولازم نحافظ عليها ولازم ندافع عليها كلنا. طيب. ولازم في هذا السياق ايضا سياده اللواء، كيف يمكن الرد على من يروج لوجود تقصير امني، خاصه وان معظم دول العالم تتعرض الان لضربات الارهاب، وهذا الارهاب يعرف بوصفه ارهابا اسودا ياتي في اي مكان وفي اي زمان، اذا الاصوات التي تتعالى بوجود تقصير امني او ما شابه، كيف ترد عليهم؟ دول طبعا بحاولوا يعملوا لنا احباط وبيحاولوا انه يفسدوا المجهودات اللي احنا بنعملها وحاولوا ياثروا على معنويات الناس التي تتولى هذه الاجراءات. فاحنا طبعا نرد عليهم بان احنا بننجح الحمد لله في الوصول الى الحقائق وفي الوصول الى محاربه الارهاب، واحنا الحمد لله محافظين على بلدنا الى الان، ما اكتزتش منها رمله واحده ان الارهاب استطاع انه يكون فيها اي خليه او يكون يقتطع جزء من مصر. لا، انما لا. احنا بندافع عن مصر وهندافع عن مصر الى اخر قطره في دمائنا. اتضحت رؤيتك، شكرا جزيلا لك. كان معنا هاتفيا اللواء رضا يعقوب الخبير الامني والمتخصص في شؤون مكافحه الارهاب. استخدمت روسيا حق نقض الفيتو قبل قليل خلال جلسة للتصويت على إجراء تحقيق في الهجوم الكيميائي على خان شيخون في سوريا، لتبطل بذلك مشروع قرار يطالب سوريا بمنح المحققين لصلاحيات واسعة أثناء إجراء التحقيق. ورفضت بوليفيا أيضا القرار فيما امتنعت كل من الصين وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت، وأيدت باقي الدول بالمجلس مشروع القرار. كان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أعلن عن استئناف محادثات جنيف حول الأزمة السورية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك على الأرض السورية من لا يريد التفاوض لحل سياسي. وقال مستورا إن الوفود التي ذهبت إلى جولات المحادثات السابقة ركزت على أمور مختلفة، وقال إن المحادثات بين الأطراف السورية أحرزت تقدما هشا. وجه مندوب روسيا لدى مجلس الأمن اتهاما لواشنطن بفبركة هجوم خان شيخون، وقال إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا لم تجد شريكا جادا في مكافحة الإرهاب. في هذا الوضع الذي نرى فيه أن التوترات قد تصاعدت بسبب الضربة الجوية الأمريكية، فإن الحاجة للجهود السياسية باتت ملحة أكثر. إن الاستفزازات مثل تلك التي حدثت في خان شيخون ستعزز موقف أولئك الذين يفضلون العمل العسكري. نحتاج إلى إيجاد الوقائع ونحتاج إلى إجراء تحقيق شامل. فوجئت بسماع أن الخبراء الفرنسيين سبق وتوصلوا إلى استنتاج بأن دمشق مسؤولة. أنا أندهش من هذا الاستنتاج، فلا أحد زار موقع الجريمة، فكيف توصلتم إلى هذا الاستنتاج؟ قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إن بلاده جاهزة للعمل مع روسيا كشريك بناء في مجلس الأمن، لكنه انتقد الدعم الروسي للرئيس السوري. وكرر المندوب البريطاني موقف بلاده الرافض لوجود الرئيس السوري في السلطة مستقبلا، مجددا اتهاماته للقوات السورية بالتورط في الهجوم على خان شيخون، مشيرا إلى أن عينات الهجوم تؤكد استخدام غاز السارين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا مستعدة لحوار مفتوح مع واشنطن على الرغم من الاختلافات، وأشار لافروف إلى أن بلاده مستعدة لإحياء الاتفاق مع واشنطن حول تجنيب الحوادث الجوية في سوريا بعد تعليقه إثر الضربة الأمريكية للنظام السوري، وذلك بشرط أن يكون الهدف المشترك هو مكافحة الإرهاب. وقال لافروف إن الاتهامات الأمريكية للحكومة السورية والرئيس السوري مبنية على أدلة لا مصداقية لها وجاءت من قبل جهة تلفق وتزور. من جانبه جدد تيلرسون مطالبته بمغادرة الرئيس السوري السلطة، وقال إن ذلك يجب أن يتم بطريقة منظمة كي تبقى المؤسسات.
للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا الكاتب والمحلل السياسي السيد تيمور دويدار. أهلا بك سيد دويدار معنا. يعني إذا ها هي جلسة مجلس الأمن والاتفاق على مشروع قرار بالتحقيق في هذه الضربة الكيميائية، وها هو أيضا الفيتو الروسي. كيف تقيم مخرجات هذه الجلسة؟ علينا قبل أن يعني الموقف الرسمي لموسكو أن علينا قبل اتخاذ أي ميثاق في الأمم المتحدة علينا أن نقوم بالتحقيق، وهذا هو سيد ودار. извините. طيب أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي تيمور دويدار. هذا وقد اتفق وزير الخارجية الروسي والأمريكي على أهمية انفتاح العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي بموسكو إلى أهمية عدم تكرار الضربات الأمريكية في سوريا مرة أخرى، مؤكدا أنها تعد انتهاكا للقوانين الدولية. فاصل ونعود إليكم من جديد. أهلا بحضراتكم من جديد، ونتابع الآن فيلم الخلية من إنتاج قناة أون لايف الذي يكشف كواليس خلية الزيتون الإرهابية التي تضم الإرهابي مهاب مصطفى أحد المتهمين الرئيسيين في تفجيرات الكنيسة البطرسية وكنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية، فضلا عن كونه حلقة وصل مع الخلية الإرهابية المتورطة في الهجوم على كمين النقب بالوادي الجديد. نتابع. بعد نحو 24 ساعة من تفجير مبنى الكنيسة البطرسية بالعباسية، كشف الرئيس عن اسم منفذ العملية وأيضا عن ضبط عدد من معاونيه. اللي عمل كده عشان تكونوا عارفين، شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى وفجر نفسه داخل الكنيسة. أصبح اسم محمود شفيق محمد مصطفى هو الأكثر بحثاً على محركات البحث، لكن من هو شفيق؟ هو صار برضه مش بقاله كده ماشي، هو كده من شهر 12 بقاله سنة بالظبط دلوقتي، ما شفتوش ولا أعرف عنه حاجة، بس بيكلمني مثلا دي عامله يا امي، زي اخواتي عامله ايه، انتوا عاملين ايه، وخلاص على كده. لاحقا اصدرت وزاره الداخليه بيانا عن المتهمين الذين ساعدوا شفيق في حادث التفجير الارهابي، وكان العقل المدبر للعمليه المتهم الهارب مهاب قاسم. جمع معظم المتهمين في القضية منذ الصغر منطقة سكنية واحدة، هي شارع محمد زهران في الزيتون القديمة، حيث نشأ الشقيقان مهاب ومحسن قاسم، ونمت علاقة صداقة لهما مع أولاد العم.
رامي عبد الحميد ومحمد عبد الحميد. جيران طفولة وتربية واحدة، منطقة واحدة، بيتهم اللي كان جنبنا وبايعينه من 5 سنين ومشيوا وراحوا قعدوا في ترعة الجبل. ومش معنى ان هو يبقى ليه علاقة بمهاب او بمحسن او برامي ابن عمه او انا كده ان هو متورط. على فكرة انت ممكن تكون بتعرف حد ويبقى قتل قطرة بره وانت ما تعرفوش. تفرقت اماكن سكن المتهمين بعد ذلك. رامي عبد الحميد الى شارع علي الجندي بمدينة نصر، ومحسن ومهاب قاسم الى شارع ترعة الجبل بالزيتون، الا ان الصداقة استمرت. هؤلاء يعني يتم مدهم بعدد من الانتحارين، وارد جدا الانتحاري ده ما يكونش في نفس الايه نفس المنطقه، ولكن دي يعتبر يعني اداه تستخدم. الارهاب بيعتمد في الاساس علشان ربط منفذ العمليه من واحد من الشرق وواحد من الغرب، هم يتفقوا على ايديولوجيه واحده اللي هي العقيده الفكريه او الفكر الواحد او النمط الواحد، تمام؟ ايا كان مكانه دايما يقتلوا في بعض الاماكن التي تعد يعني مكان قصد لتواجدهم، وعند يبقى في مكان حتى للهروب. في شارع ترعة الجبل يسكن المتهم محسن قاسم. لا يعرف الأهالي الكثير عن محسن قاسم وشقيقه الهارب مهاب، حيث انتقلا حديثا إلى المنطقة ولم يختلطا بأهلها إلا في أضيق الحدود. مين محسن؟ ما أعرفش محسن. ما أعرفش محسن والله. هو موجود هنا في ساكن هنا في العمارة، أحد سكان العمارة. محسن قاسم ومهاب قاسم، تعرفه يعني؟ لا مهاب، دكتور مهاب أعرفه، أه ساكن هنا هو والحاج مصطفى. لا ما اعرفوش التاني اللي هو اخوه ده، انا اول مره اعرف ان هو لي اخ اسمه محسن، ما اعرفش. المهاب بيجي عندنا هنا يعني كبير قوي، شهرين ثلاثه وبعد كده يختفي، وبنسال عليه شويه مسافر مثلا شويه هنا كده يعني، انت فاهمني؟ بس فوجئنا بقى طبعا لما جت الحكومة، فوجئنا ان هو بالنسبة للمواضيع الاخوان، وعرفنا ان هو طبعا ليه يد في الموضوع. انما والله العظيم يعني عشان اقولك مثلا شفت حاجة مثلا عادي تخلف الشاب، بس الموضوع بقى ان هو طبعا بيروح قطر والكلام ده، هو طبعا يلفت الانظار شوية عليه. انما انا والله العظيم ما شفنا حاجة على الراجل ده. اما في شارع علي الجندي في مدينة نصر يسكن المتهمان رامي عبد الحميد وزوجته عبا. ولم يختلف الحال كثيرا في شارع علي الجندي، حيث يجهل معظم سكان المنطقة أي معلومات عن رامي وزوجته. لا لهم اختلاط بحد، يمكن حتى سكان العمارة مش مختلطين بيهم. عندنا أخوة ليبيين ساكنين برضه موجودين في العمارة، وفي سوريين موجودين في المنطقة، وعراقيين موجودين في المنطقة، واخد بالك؟ معروفين، عارفينهم، تمام؟ إنما دول ما تخيلناش بيهم خالص إطلاقا يعني. ويبدو أن المتهمين في القضية كانوا أكثر وضوحاً بتوجهاتهم السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. الإخوان في الأماكن اللي هي زي القاهرة ما بيقدرش يعلن عن نفسه إعلان صريح، لأن المجتمع بياخد باله بسرعة، بيلقط بسرعة، ولذلك بتلاقيه بيأجر شقة في مكان الناس ما تعرفش عنه معلومات، لأن طبيعة المدينة تختلف عن طبيعة القرية. في طبيعة القرية الناس كلها بتعرف بعض، وبتعرف الغريب اللي داخل اللي خارج، أي عمل مشتبه فيه الناس بتاخد بالها. في المدن أنت بتلاقي ممكن حد مأجر شقة في العمارة اللي أنت ساكن فيها وأنت بتعرفش هو بيعمل إيه كتير قوي، أنت مش مهتم. في شارع محمد زهران بالزيتون اختلفت الروايات حول ليلة القبض على المتهم محمد عبد الحميد. شقة مقفولة، فنزلوا سألوا محمد، قال لهم ده هو مش موجود هنا،
قاعد في ترية الجبل تقريبا، فقالوا له انت تقرب له؟ قال لهم انا ابن عمه. قال له طب اتفضل معانا. لكن والدة محمد عبد الحميد كان لها رأي آخر. بعد ما نزل بيتصل بيا بيقول لي يا أمي عايز أقول له أنت في إيه يا حماد؟ قال لي يا حماد، قال لي عاوز فلوس. بقول له خير؟ قال لي ده رامي وعلا اتقبض عليه. يظهر الارتباط بقوة بين أعضاء الخلية، جميعهم على صلة قرابة ونسب وصداقة منذ الطفولة. ولكن كيف اجتمع هؤلاء بمنفذ العملية محمود شفيق محمد مصطفى؟ الخلايا العنقودية الصغيرة ممكن جدا يكون أعضائها مش عارفين بعض، بس اللي يبقى ملم بيها وبأعضائها هو القائد فقط، وأحيانا بيكونوا على علم ببعض. يعني ده مش قانون ان يبقوا عارفين بعض او مش عارفين، يعني في مرحلة او في بعض العمليات او في بعض انواع الخلايا بيبقى القائد عارف الناس والناس مش عارفة بعضها، وأحيانا بيبقوا عارفين بعضهم، كما تتنوع المهام داخل الخلية الواحدة. في ناس زي ما بنشوف حتى في القضية الأخيرة بتاعة تفجيرات الكاتدرائية، هنلاقي في ناس متورطة في تقديم دعم لوجستي، في ناس تانية بتخفي الجاني، في ناس تالتة بتخطط، في ناس بتنفذ. ستة وعشرون شهيدا للوطن سقطوا في تفجير الكنيسة البطرسية، خلفوا جروحا عميقة في قلب الوطن لن يداويها إلا القصاص ممن غدروا بأبنائه. إذن مشاهدينا الكرام، عرضنا على حضراتكم فيلم الخلية من إنتاج أون لايف الذي يكشف كواليس خلية الزيتون الإرهابية، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. وزارة الداخلية تحدد هوية انتحاري كنيسة الإسكندرية وتكشف المتورطين في اعتداءات الكنائس. لافروف يؤكد استعداد موسكو العمل مع واشنطن رغم الخلافات. روسيا تستخدم الفيتو في التصويت على إجراء تحقيق في هجوم خان شيخون الكيميائي. شكرا لحضراتكم.